حفل جوائز الجولدن جلوب لسنة 2023، إيش هي الأفلام المرشحة من كل تصنيف؟ الأفلام المرشحة من فئة الدراما هي إلفيس وتار ذا فيبلمانز وتوب جان مافريك وأخيرا أفاتار ذا واي أوف ووتر. باقي ما شفنا فيلم أفاتار ذا واي أوف ووتر، لكن النقاد رشحوه بقوة. أشوف إن الجائزة محسومة لفيلم توب جان مافريك. والأفلام من فئة الكوميديا أو الموسيقى المرشحة هي Everything Everywhere All at Once، Triangle of Sadness، Glass Onion، A Knives Out Mystery، وبابلون، وأخيرا The Banshees of Inisherin. التوقع راح يكون صعب لأنه باقي ما شفنا فيلم بابلون ولا Glass Onion، لكن المرشح الأقوى للفوز هو The Banshees of Inisherin. والأفلام الأجنبية المرشحة هي الفيلم الألماني All Quiet on the Western Front، والفيلم الأرجنتيني Argentina 1985، والفيلم البلجيكي Close، وأخيرا الفيلم الكوري Decision to Leave، والفيلم الهندي RRR. كلها أفلام قوية والتوقع في هذه المجموعة شبه مستحيل، لكن أرشح الفيلم البلجيكي Close. اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنت وانتظروا مقطع المسلسلات المرشحة لنفس هذه الجوائز. سلام.